وضع اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو حجر أساس مشروع الغاز والمشتقات البترولية الأخرى بحقل سيدي البترولي الواقع بإقليم كانم، وذلك بتكلفة مالية تقدر ب 120 مليون دولار. وسوف ينفذ المشروع في مدة عام من قبل إحدى الشركات الصينية. المناسبة كانت بحضور بعض من أعضاء الحكومة والنواب بجانب الشركاء وسكان المنطقة. سعيد أحمد حسن. تلكم هي اللمسات الرئاسية لصاحب الفخامة إدريس ديبي إتنو التي بدأ بها حفل تدشين الحقل البترولي الغازي بسيدقي، وبهذا أصبح الحلم حقيقة ملموسة. حاكم إقليم كانم عبادي صاير فضل مرحبا برئيس الجمهورية والوفد المرافق له قال إن إقليم كانم مليء بالخيرات التي يمكننا استغلالها بفضل خطواتكم الحثيثة نحو التقدم، وهذا الحقل قليل من كثير مما يحمله هذا الإقليم، وما دامت تشاد تنحو ذلك النحو ستحقق وبكل تأكيد رؤية تشاد كما نريد 2030. المدير العام للشركة التشادية للمحروقات البترولية طاهر حماد قلني باسم شركة تشادية SHT أكد وقوف الشركة إلى جانب الحكومة في خطاها التنموية، وأن الشركة ومعاونيها لن تخذل الحكومة على الثقة التي منحتها إليهم، وأنه في القريب العاجل ستشهد البلاد نهضة أكبر مما هي عليه الآن خاصة في جانب الطاقة والمحروقات البترولية. ولم يذهب مدير شركة بلوسان إنرجي بعيدا عن سابقه، إلا أنه أضاف شكره على تلك الثقة التي نالوها من قبل الحكومة التشادية، وقال أيضا أطمئن حكومة تشاد بأن المشروع سيتم في وقته الذي حدد له لأن كل الشروط متوفرة لذلك. أما وزير البترول والطاقة بشير مادي قال لقد بذلتم جهدا مشكورا حول التنمية وكلنا شهود على ذلك، قاصدا بذلك رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، مضيفا أن تشاد تنعم بالخيرات شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وما علينا إلا السعي لقلب الموازين لصالح بلادنا الحبيب وتحقيق خطة التنمية المرجو قطف ثمارها على مطلع العام 2030. وتعبيرا عن سعادته بهذه الخطوة الإنتاجية قال رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إن البترول ومشتقاته من أهم مواردنا الطبيعية، وسنحقق نهضة مثالية باستخدام مصادر الطاقة وغيرها من مواردنا الطبيعية، مذكرا أن الأهم من ذلك هو المحافظة على السلم والسلام والتعايش السلمي لأنها أقوى ركائز التنمية. تنشيط الحراك الاقتصادي له عدة مصادر أهمها الطاقة، وإن كنا نتحدث عن هذا المصدر فللبلاد نصيب كبير منه، الحقل البترولي بكومي وحقل آخر بكودلوا ومصفات الجرمايا، والآن الحقل البترولي الغازي بسيدقي شمال إقليم كانم، دليل على أن مصادرنا الاقتصادية تنبض بالعطاء وتبشر بالخير. وعقب وضع حجر الأساس أكد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للصحافة بأن هذا المشروع سيساهم مساهمة كبيرة في تنمية المنطقة بجانب توفير الغاز والمشتقات البترولية الأخرى للمواطنين. نتابع جزء من تصريح فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بترجمة الزميل محمد حسن عبد الرسول. إن هذا الإنجاز أولاً لصالح تشاد وعلى وجه الخصوص لصالح كانم. يعتبر اليوم يوم تاريخي كبير لتشاد. إن مشروع سيدقي أطلق منذ 1973 من قبل الرئيس فرانسوا تومبالباي قبل بداية حرب 9 أشهر، حيث تم إحضار جميع المعدات والأجهزة لاستخراج بترول سيدقي ونقله عبر الأنابيب إلى نجمينا، إلا أن الحرب اندلعت وضاع كل شيء. بالتأكيد مع الحرب لا يمكن لأي مستثمر العمل في مثل هذه الظروف، إذن الخطأ يرجع للتشاديين وليس للمؤسسات المستثمرة. وبعد مرور عقد من الزمان من عام 1973 إلى 2017 وبعد دراسات ميدانية تحقق الحلم في أرض الواقع، وإن سكان هذه المنطقة الصحراوية الذين يعانون العديد من الصعوبات سيتيح لهم هذا المشروع الاستفادة من الغاز والنفط الخام ببناء محطات لتوليد الكهرباء من الغاز لتستفيد منه جميع المناطق والقرى المؤدية إلى أنجمينا.
وهذا الإنجاز سيحمي البيئة ويقلل من قطع الأشجار وإحداث الضرر بالبيئة. كما أنني أنتهز هذه السانحة لأشكر جميع دول الصديقة لتشاد، لا سيما جمهورية الصين الشعبية التي رافقت تشاد في مسيرتها التنموية. وأطلب هنا من وزير البترول والطاقة ومسؤولي شركة تشادية للمحروقات بمصاحبة الشركة الصينية المنفذة لهذا المشروع بهدف نجاح هذا المشروع الحيوي الهام للتشاد.